حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن القرآن الذي أكرمنا الله تعالى به والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، رحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوتي الكرام في لقاءاتنا هذه مع عنوان التدبر لكتاب الله تعالى، وما زلنا مع النقطة الرابعة التي كنا نتحدث فيها عن نماذج المتدبرين لكتاب الله تعالى. هذه النماذج التي توضح لنا وتشخص لنا كيفية التدبر والتعامل مع القرآن الكريم. وقد كنا في مجلسنا السابق مع رجل قرآني، مع إمام من أئمة التدبر لكتاب الله تعالى. يأتي هذا الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول رجل في أمة سيدنا محمد، إنه سيدنا أبو بكر الصديق، الذي قال فيه سيدنا عمر: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح بها. أي لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق. هذا هو الرجل الذي كنا نتحدث عنه مع كتاب الله. كيف كان حال أبي بكر مع القرآن؟ قلنا بأن أبا بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال، أول من دخل في الإسلام من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق، كما أن أول من دخل إلى الإسلام من النساء سيدتنا خديجة رضي الله عنها، وأول من دخل إلى الإسلام من الصبيان سيدنا علي رضي الله عنه، وأول من دخل إلى الإسلام من العبيد سيدنا بلال. سيدنا أبو بكر أول من دخل إلى الإسلام حين سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له مع القرآن حال خاصة. كان رضي الله عنه بعدما أسلم يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لا يفطر عن تلاوة القرآن، يتلوه ماشيا ويتلوه قاعدا ويتلوه واقفا،
يتلقف آيات الله التي تتنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن كان يتنزل في ذلك الوقت غضا طريا، فكان في كل يوم ينتظر جديدا من القرآن. كان أبو بكر الصديق في كل يوم ينتظر جديدا من القرآن ينزل، فترة جميلة مشرقة. هذه الفترة التي كانت السماء متصلة بالأرض، كان القرآن يتنزل بالليل والنهار والصباح والمساء، كان القرآن يتنزل في كل حادثة من الحوادث، كان القرآن يتنزل في كل حالة من الأحوال، لأن القرآن ظل ينزل مدة 23 سنة، منذ أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، وكان أول آية نزلت من السماء قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وظل هذا القرآن الذي نقرأه الآن يتنزل تارة يتنزل آية، وتارة يتنزل 3 آيات، وتارة يتنزل 5، وتارة يتنزل 10، وتارة يتنزل أكثر من 10 آيات مرة واحدة، وربما نزلت السورة كاملة كسورة يوسف عليه الصلاة والسلام التي نزلت كاملة، وكسورة الأنعام التي شيعها 70 ملكا، أي نزل معها 70 ملكا. إذن هذا القرآن الذي كان يتنزل في كل لحظة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل يوم ينتظر قبسات من القرآن تتنزل في كل يوم، كلما أتى إلى الحبيب المصطفى ينتظر هل نزل اليوم آية من السماء. كما أن البيوت، بيوت الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن، في كل يوم عندما يقبل عليها زوجها تسأله على باب الدار، على باب البيت، تقول له: كم نزل اليوم من القرآن، وكم سمعت اليوم من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. المرأة في داخل بيتها تشتاق وتتوق إلى القرآن المنزل، والرجال يشتاقون ويتوقون إلى القرآن المنزل، وكيف لا يشتاقون ولا يتوقون. والقرآن حديث عهد بربه، حديث عهد بالمتكلم به وهو الله، يستقبلون القرآن، يستقبلون وحي الله عز وجل. هكذا كان أبو بكر، إذن ما نزلت آية من السماء إلا وتلقفها ووعاها صدره وعملت بها جوارحه ورددها لسانه وتدبرها حق التدبر ووقف معها يتأمل ويتدبر، وكان لتلاوته عجب، كان لتلاوة القرآن عند سيدنا أبي بكر عجب. لذلك كان أطفال المشركين ونساء المشركين حين يسمعون القرآن من سيدنا أبي بكر الصديق يتأثرون به، رغم أن النساء ما زلن على الكفر، أما الأطفال فهم على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، لأن ما من طفل إلا وهو مولود على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه، كل مولود يولد على فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي يولد على قابليته للإسلام، وعلى فرحه بالقرآن، وعلى انشراح صدره بالقرآن وللقرآن، حتى يأتي الأبوان، فإن كان يهوديين صرفاه عن الفطرة التي هي فطرة الله إلى دين اليهودية المعوج، وإن كان الوالدان مجوسيين صرفاه
عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها إلى دين المسيحية المعوج. وهكذا إذا كان الوالدان نصرانيين ولكن لم يقل عليه الصلاة والسلام أو يسلمانه، لأنه مولود على الإسلام، هو يحس بنفسه محبة الإسلام ويحس بنفسه الميل إلى القرآن. كل فطرة فطرها الله تعالى على حب القرآن، لا تسمع القرآن إلا استجابت له. فالطفل لو ترك ولم تمسخ فطرته، لو ترك الطفل ولم تمسخ فطرته ولم يتدخل الأبوان المشركان أو تتدخل بيئة الموبوءة، لو ترك الأطفال على خلقتهم كما خلقهم رب العالمين لا عشقوا هذا القرآن ولا أحبوا هذا القرآن ولوجد هذا القرآن في قلوبهم شوقا إليه. ولذلك عندما كان يقرأ أبو بكر الصديق القرآن وكان يقرأه من القلب، لأن القرآن عندما يقرأ من داخل القلب ويتأثر قارئه به فلا بد أن يبلغه إلى غيره. إذا كان القارئ للقرآن يتأثر به ويبكي من خشية الله عند تلاوته وتغمره مشاعر الحب والشوق عند تلاوته، لا بد أن يرسل أشعة القرآن إلى القلوب المستقبلة لذلك، لا بد. إذا كان يقرأه خالصا من قلبه يريد به وجه الله، لا يقرأه من أجل رياء ولا من أجل سمعة ولا من أجل أن يقال الناس فلان قارئ فيكون مركز إرسال. وإذا تحققت فيه مركزية الإرسال فإنه سيرسل أشعة القرآن وأنوار القرآن إلى القلوب المستقبلة لذلك، لأن القرآن لكي يصل لا بد فيه من أمرين، لا بد فيه من مركز إرسال ولا بد فيه من مركز استقبال. لا يمكن أن يصل أي كلام إلا بهذين الشرطين: مركز إرسال صحيح ليس فيه عطب ولا خلل، ومركز استقبال صحيح سالم ليس به عطب ولا خلل. فحين يكون مركز الإرسال صحيحا لا خلل فيه ولا عطب، ويكون مركز الاستقبال صحيحا سليما لا عطب فيه ولا خلل، تتم عملية الإرسال. أما إذا كان في أحدهما عطب فهنا لا تتم عملية الإرسال. فإن كان العطب والخلل في المرسل لا يتجاوز الإرسال محله، لأن المرسل ليس أهلا لذلك، ينحبس فيه الإرسال هو وما يزيدش القدام. وكذلك إذا كان في جهاز المستقبل عطب، جهاز المستقبل في عطب لا يستقبل الأشعة القرآنية والأنوار الربانية، يوصلوش. فلا بد من الأمرين معا. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مركز إرساله قويا مشعا مؤثرا، ولذلك ما سمعته قلوب هؤلاء حتى تأثرت به. فإذا بالمشركين لما رأوا أن أطفالهم يتأثرون بسماع القرآن من سيدنا أبي بكر وأن نساءهم يتأثرن بالقرآن من سماع أو من سماع القرآن من سيدنا أبي بكر، جاءوا يهددونه، فقرر أن يرحل مهاجرا إلى ربه.
فخرج مهاجرا إلى الله، فلقيه زعيم من زعماء المشركين اسمه ابن الدغنة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إن قومي قد ضيقوا علي، وإني خرجت سائحا في الأرض لأعبد ربي. لما ضيق عليه قومه في مكة أراد أن يهاجر إلى الله، أراد أن يسيح في الأرض ليجد مكانا يعبد فيه الله ويقرأ القرآن ويناجي به ربه. فقال له هذا الزعيم المشرك: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يجوز أن يخرجه قومه، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. فكانت فيه الصفات الجامعة لكل خير، والتي وصفت بها السيدة خديجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلقى الوحي أول مرة ورجع إليها من غار حراء يرجف فؤاده، وقال: إني خشيت على نفسي. قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات التي وصفت بها سيدتنا خديجة سيدنا الحبيب المصطفى وصف بها ابن الدغنة أبا بكر الصديق. انظروا، أبو بكر الصديق له من الصفات ما للحبيب المصطفى، ومن أجل هذه الصفات لا يجوز إخراج هذا الرجل. ما ذنبه؟ هل هذه الصفات الفاضلة تعتبر ذنبا وتعتبر جرائم يخرج بسببها الإنسان من داره ويهجر من قومه؟ إنك تصل الرحم، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تصل الرحم. هل الذي يصل الرحم يخرج من داره ويهجر من قومه؟ إنك تصل الرحم وتحمل الكل، تحمل الكل الذي لا يجد ما ينفق على نفسه، تحمله أنت وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا يملك قوتا، تكسبه، تطعمه من جوع وتكسوه من عري وتسقيه من عطش وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إذن مثلك لا يخرج. ثم ذهب إلى زعماء قريش وقال لهم: كيف يخرج مثل هذا الرجل؟ ثم قال لهم: إني قد أدخلته في جواري، فلا أحد يصل إليه منكم بسوء. فعقد معه جوارا على أن يحميه من أذى المشركين. فقال المشركون لهذا الذي أجاره: بشرط ألا يعلن بقرآنه، بل يدخل بيته ويعبد ربه داخل بيته. فرجع أبو بكر الصديق ودخل في جوار هذا المشرك الزعيم، ثم دخل بيته يعبد ربه ويتلو القرآن، ثم بدا له أنه لا يسكت بهذا القرآن، القرآن لا يترك صاحبه ساكتا. عندما يمتلئ القلب بالقرآن لا يمكن لصاحب القرآن الذي امتلأ قلبه بالقرآن أن يسكت بالقرآن. بدا له أن يبني مسجدا بفناء بيته ليعبد ربه في هذا المسجد،
ويصيح بالقرآن ويرفع صوته بالقرآن، لأن القرآن كلام ربنا جل وعلا، كلام الله الواحد الديان، كلام الملك جل جلاله. متى عرف الإنسان حقيقة هذا القرآن؟ لا يمكن أن يسكت بهذا القرآن، لا بد أن يرفع صوته بالقرآن، وليتحمل في سبيل هذا القرآن كل إذاية، كل ذلك يهون في سبيل الله تبارك وتعالى. بنى سيدنا أبو بكر مسجدا بفناء بيته، ثم أخذ يقرأ القرآن ويتلوه خاشعا متخشعا باكيا. كان أبو بكر إذا قرأ القرآن لا يستطيع أن يمسك دموعه، كان بكاء، لأنه كان يعيش بالقرآن، لم يكن يتلو القرآن مجرد تلاوة، إنما كان يعقل معاني القرآن، إنما كان يتدبر حقائق القرآن، إنما كان يعيش بالقرآن. واشتان بين من يعيش بالقرآن ويعيش بحقائق القرآن وتجول روحه في جنبات القرآن، وبين من يقرأ القرآن مجرد قراءة. ولو أن أمتنا اليوم جددت عهدها بالقرآن وأخذت القرآن أخذا آخر غير الأخذ الذي كانت تأخذه به فيما مضى، لو أن أمتنا جددت علاقتها بالقرآن وفتحت القرآن لتقرأه من جديد بالقلب الواعي المتدبر الذي يقرأ القرآن مدركا بأنه يقرأ كلام علام الغيوب ويعيش بحقائقه، لتغير حال أمتنا، ولما رأيتها على هذا الحال من الذل والاستضعاف. فوا أسفاه على أمة تحمل كنزا عظيما ولكنها لا تدري ما تحمل. فمثلنا كمثل القائل: ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس، كالإبل التي تتحرك في الصحراء القاحلة وفوق ظهورها القرب الممتلئة بالماء، وهي تموت عطشا لأنها لا تدري ما تحمل على ظهورها من المياه. هكذا حال أمتنا مع القرآن، معها كلام رب العالمين، وما زالت تستورد القوانين من الغرب الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ما زلنا نستورد مناهج تربيتنا من غرب كافر مقطوع الصلة بالله، ما زلنا نستورد قوانيننا من غرب كافر مقطوع الصلة بالله. فوا عجبا لأمة تحمل كلمات الله، تحمل منهاج رب العالمين، ثم بعد ذلك تستبدله بقوانين لقوم ما أسعدتهم قوانينهم وما وفرت لهم راحة ولا طمأنينة. هل رأيتم هذا الغرب الآن يعيش في سعادة؟ لا والله. لذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أقام لنفسه مسجدا يتلو القرآن فيه، وإذا بأطفال المشركين يأتون زرافات ووحدانا، وإذا بنساء المشركين يأتين، لأنهم صاروا يسمعون كلاما ما سمعوا مثله قط.
ما عمرهم سمعوا هذا القرآن. وقال والآن يسمعونه غضا طريا من لسان ذاكر، من لسان نقي طيب، من لسان هو أطيب لسان وأرق لسان وأنقى لسان وأزكى لسان. فصاروا يتجمعون حول بيت أبي بكر الصديق ويستمعون للقرآن تماما ويتأثرون به. وإذا بالمشركين يأتون إلى ابن الدغنة هذا الذي أجار أبا بكر الصديق ويقولون له يا أبا بكر إن صاحبك الذي أجرته الآن قد أصبح يصيح بالقرآن في مسجده، وإنه سيفسد علينا نساءنا ويفسد علينا أطفالنا، فنريد منك أن ترد عليه جواره. وهكذا أيها الإخوة الكرام، جاء المشركون إلى هذا الرجل الذي أجار سيدنا أبا بكر الصديق، يقولون له إن أبا بكر قد أفسد علينا نساءنا وأطفالنا بقراءته القرآن، فلا بد أن ترد عليه جواره، إما أن يدخل بيته ويسكت عنا، وإما أن ترد عليه جواره. فنادى عليه فقال يا أبا بكر إن قومي قد أتوا إلي وقالوا لي كذا وكذا، فإما أن تدخل بيتك ولا تسمعهم هذا القرآن، وإما أن ترد علي جواري. فقال قد رددت عليك جوارك ورضيت بجوار ربي. هذا اليقين، رضيت بجوار ربي. هو لم يكن راضيا بجوار هذا المشرك ولم يطلب جوار المشرك، إن المشرك هو الذي عرض عليه الجوار، وإنما قبله سيدنا أبو بكر الصديق من أجل أن يبقى حرا في تلاوة القرآن وأن يرفع صوته بتلاوة القرآن حتى يسمعه هؤلاء الأطفال البراء الذين ما زالوا على فطرة الله، وحتى تسمعه النساء اللائي لم تبلغهن دعوة الله، وحتى يسمعه كذلك العبيد يسمعون هذا القرآن لأنهم لم يكونوا قد سمعوه من قبل. والقرآن إذا سمعته الفطرة النقية التي لم تدنس فرحت به وانشرح صدرها له وأقبلت عليه وتلذذت به كما ذكرت سابقا، لأن لهذا القرآن تأثيرا على النفوس كيفما كان نوع هذه النفوس، إلا إذا كانت هذه النفوس عنيدة متكبرة جحودة مكابرة تحاد الله ورسوله، فهذه التي تضيق بسماع القرآن في كل زمان وفي كل مكان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء المعاندون الجاحدون الذين فسدت فطرهم هم الذين لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن، ولذلك كانوا إذا سمعوا القرآن وضعوا أصابعهم في آذانهم خشية سماع القرآن. وقال الله في أمثال هؤلاء في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فرضي أبو بكر الصديق بجوار الله، ومن عرف جوار الله وأدرك حقيقته لا يبالي بجوار البشر ولا يلتفت إلى غير الله أبدا. أبو بكر لم يلتفت إلى غير الله قط، ولذلك رد على الرجل جواره ورضي بجوار الله تعالى. وبمجرد ما رد الجوار إلى صاحبه
تألبت عليه قريش، تألبت عليه قريش وآذته إذاية شديدة، وصبر صبرا جميلا، صبر صبرا جميلا، فمرة ضربوه حتى فقد وعيه، ضربوه ضربا شديدا حتى فقد وعيه، وحمل إلى داره مغشيا عليه، وظل يوما كاملا لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. فلما أفاق في آخر اليوم وأرادوا أن يعطوه شيئا من الأكل أو الشرب، قال لهم: أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخبروني عن رسول الله. لا يفكر في نفسه، ولا يفكر في ذاته، ولا يفكر في جسمه، إنما يفكر في رمز الدعوة، في رمز الرسالة. هذا هو الحب، الحب الصادق، الحب الصافي، الحب الخالص، يفني ذاته ويفني نفسه في سبيل أن يبقى رمز الدعوة ورمز الرسالة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يسأل إلا عن رسول الله كيف حاله، ولم يستطع أن يأكل شيئا ولا أن يشرب شيئا، وهو الذي ظل يوما كاملا مغمى عليه، حتى جاءته أم جميل بنت عمر بن الخطاب وأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وعلى خير، حينئذ اطمأن قلبه. هكذا ظل يتلو القرآن في مكة، القرآن المكي الذي كان ينزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتلوه، يتهجد به بالليل، يتلوه في نهاره، يغدو ويروح مع القرآن، لا يشغله شيء عن القرآن. وتنزل الآيات التي ترغب في من يعتق لله تعالى الرقاب، وترغب في من ينفق ماله في سبيل الله، فيسخر ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى، ويعتق الرقاب المستضعفة التي أسلمت وكان أسيادها يعذبونها عذابا شديدا، كبلال الذي كان يعذبه سيده أمية بن خلف عذابا شديدا، يخرجه إلى الرمضاء في اليوم الحار ويضع على بطنه صخرة ويقول له: ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان بلال لا يزيد على كلمة واحدة وهي أحد أحد، وكان يقول لسيده أمية: يا أمية عذب ما تشاء، فإنما تعذب جسدا، وأما روحي فلا سبيل لك عليها أبدا. روح بيد الله يمسكها الله، فهو يعطيه الجسد الذي هو قطعة من التراب ليفعل به ما يشاء، ويضع روحه بين يدي الملك جل جلاله. هذا حال أبي بكر الصديق في مكة مع القرآن، هذا حال أبي بكر الصديق في مكة مع القرآن. الفترة المكية كلها كان أبو بكر يرطل القرآن المكية، فكيف حاله بعد الفترة المكية مع كتاب الله تبارك وتعالى، وقد هاجر مع الحبيب المصطفى، وطول هذا الطريق مع الحبيب المصطفى وهو يتدبر القرآن ويتأمل القرآن، يسمعه من الحبيب المصطفى تارة، وتارة يرطله هو بنفسه طول الطريق حتى يصل إلى المدينة، ثم يكون له في الفترة المدنية حال مع القرآن، حال آخر مع القرآن.
إذن حاله مع القرآن في إقامته في مكة، حاله مع القرآن في طريق الهجرة، حاله مع القرآن الكريم في إقامته في المدينة، حاله مع القرآن الكريم وهو يغادر الدنيا. كل هذه الأحوال الباقية لنا سنتعرف عليها في مجالسنا القادمة إن شاء الله. سنتعرف على حال أبي بكر في طريقه إلى الهجرة، كيف كان حاله مع القرآن. نتعرف على حاله وهو مقيم في المدينة، كيف كان يتدبر القرآن ويتفاعل مع القرآن. حال أبي بكر الصديق حين أتته الموت وحين حضر أجله ليرحل من دار الفناء إلى دار البقاء، ما هي الآية الأخيرة التي لفظ بها وانقطع حاله من مع الدنيا؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا بالقرآن ويهدينا بالقرآن ويشرح صدورنا بالقرآن، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.